فاتت بعض الرادفة. حدثين هائلين بحادث سير كوني رهيب سيمر على الكرة الأرضية. يوم ترجف الراجفة ستقوم هذه القذيفة بضرب الأرض من جانبها فتعكس دوران الأرض، فتشرق الشمس من مغربها ويصبح إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن فعلا شيء عظيم هذا الحادث الكوني. فقال تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة، بالتاء المربوطة، ولم يقل كل مرضع. المرضع هي فترة الرضاعة السنتين. المرأة تسمى مرضع قد لا يكون ولدها في حالة الرضاعة، لكن المرضعة أثناء الرضاعة تلقي بولدها. فقال: كل مرضعة عما أرضعت. إذن رجفت الراجفة. الآية تتبع الرادفة، تتبعها الرادفة. أثناء مرور القذيفة بجانب الشمس وهي آتية إلينا، ستفجر الشمس وراءها مباشرة. العلم الحالي يقول إذا انفجرت الشمس، يضع فرضية لكن عندنا حقيقة، إذا انفجرت الشمس فبخلال 10 دقائق سوف تكون الكرة الملتهبة بالضم عطارد والزهرة والقمر، بصير عطارد والزهرة والقمر داخل الشمس، وبصير حدود الشمس بيننا وبين القمر. الله سبحانه وتعالى يقول صراحة: وجمع الشمس والقمر صاروا كتلة واحدة. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر لا ملجأ. بتصير غلافنا الجوي كتلة ملتهبة. فقال تعالى: يوم تمور السماء مورا باللهب وتسير الجبال سيرا. الحرارة بتصير على سطح الأرض بحدود 16,000 درجة مئوية. ب3500 الصخر بدوب، حرارة البراكين 3500. ب16,000 درجة مئوية ينصهر كل شيء، ولا يعني ما بيصير خراب، بيصير صهر. بهذه الصدمة وبهذه الحرارة يتفكك الماء إلى أصل غازي H2O، برجع هيدروجين وأكسجين. يشتعل الهيدروجين بوجود الأكسجين، فالماء بذاته يشجر، يعني هو بيصير وقود. وإذا البحار سجرت، بتفكك الماء، بيصير غاز بيشتعل، بيزيد اللهب على لهب، وبخلال عدة دقائق يصبح سطح الأرض مصهور بركاني ما في أي معلم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، مسح كامل. إذا حدثين كونيين سيمران على الكرة الأرضية، لا يعلم هذا التوقيت إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. بعد هذا الدمار على سطح الكرة الأرضية تقوم الثقوب السوداء بطي الكون. المادة السوداء في الكون هي ليست فراغ، هي مادة لها كثافة 2×1 × 10 وأمامها 29 صفر، لا يعني نسميها بالسادة الفيزيائيين بيعرفوا 2×10 قوة ناقص 29 غرام على سنتيمتر المكعب. هذه المادة هي المسؤولة عن طي السماء. فبصورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن ستطوى السماوات بالكامل بيمين الرحمن، والسماوات مطويات بيمينه يوم القيامة. ينتهي الحياة بكل أشكالها وسيعود كل الكون إلى العدم. لا يبقى الله وأمامه خراب كوني ليعيد بناءه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يبقى شيء، سنعود إلى العدم. أما يوم البعث فستعود الكرة الأرضية فقط إلى الساحة، ولم تكون ذات شكل كروي، ستكون مسطحة. قال تعالى: وإذا الأرض مدت. والحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على صعيد واحد، وسيكون سطح الأرض رمل. قال تعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كثبان رملية. وكثافة الإنسان أخف من كثافة الرمل، فبهزة خفيفة راح نطوف على الوجه.
زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. متى ما أصبحنا على السطح صيحة واحدة، زجرة واحدة، ما لها من فواق، ما في داعي نكررها، ما لها تكرار. أحيانا النائم ما بيفيق من الصيحة الأولى. قال تعالى: ما لها من فواق، ما لها من تكرار، صيحة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم قيام ينظرون. السماوات مكشوطة تماما، لا نجم ولا قمر ولا شمس، ظلام حقيقي 100% يعم الكون. وكل إنسان يحمل أوزاره وماشي بالرمل، وفوضى عارمة تعم الأرض، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ويكون الناس كالفراش المبسوس، وإذا القبور بعثرت، فوضى عارمة وظلام مطلق. بهذا الموقف بالذات، وهذه بشرى للجميع، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فقط المؤمنون لديهم نور. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الآية الأخرى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الملائكة الكرام ترجع المنافقين من كل الجهات، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. بعد رجوع المنافقين يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بالوسط، فتتابع الآية بشكل شريط فيديو رائع. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أول خط حماية للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أهوال ذلك اليوم: بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره، يعني خارجه، وظاهره من قبله العذاب. بعد هذه الفوضى قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها وليس بنور الشمس، ووضع الكتاب. القرآن الكريم يعطينا مشهدا صريفا جدا أثناء توزيع الصحف. أضع يدي الشمال خلفي تماما، بلغي دورة نهائي، وبمد إيدي اليمين فقط حتى أخذ كتابي بيميني من الملائكة الكرام. لكن هذه الحيلة، يوضح القرآن الكريم أنها هذه الحيلة لا تسري على الملائكة الكرام. فجاءت آيتين: وأما من أوتي كتابه بشماله، الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ولو مخبي إيدي وراء ظهري بشوف الكتاب على غفلة وأنا عم بمد اليمين. إذن لا تلاعب بذلك الموقف. بعد قراءة فالمؤمن، وهذه بشرى من الله، يجد كل سيئاته ممحية. الذين آمنوا، اقرأوا الآية رقم 2 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الآية تقول: الذين آمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم، محاها، وأصلح بالهم. لذلك المؤمن يقول صراحة: ها أمقرأوا كتابية، كل ممحي سيئات. إذا كفر عنهم سيئاتهم، ذلك بكل قوة وبكل ثقة: ها أمقرأوا كتابية. من بعد قراءة الكتب ستقف كل الإنسانية على الإطلاق صفا واحدا أمام المولى، كنوع من التحدي الإلهي: انسينا حدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فتقول الآية الكريمة: وعرضوا على ربك صفا. الملائكة الكرام سينظمون هذا.